الاهلي والزمالك دول التوب بتوع مصر. فروحت بقى نادي الزمالك بس. رحت رحت ولعبت على طول. انا رحت، انا بص عايز اقول لك على حاجه، انا ايدوني افريقيا تمام. انا رحت اتمرنت تمرينتين بالظبط، وكان كابتن محمد حلمي هو المدير الفني. رحت بالظبط تمرينتين بالظبط وسافرت جنوب افريقيا، هنلعب صن داونز هناك. رجعت ساعتها خلي بالك بقى، انا هناك حسيت بوجع رجلي في الاصابه بقى اللي كله كان بيتكلم عليها، بدون تدخل بدون بدون اي حاجه. والله يا عبدو يعني بنزل من على السرير والله العظيم يا عبدو من غير اي حاجه، واليوم زي الفل وكل حاجه. نمت صحيت بنزل على رجلي، في وجع في رجلي غريب بقى. انا اول مره يجي لي وجع في ركبتي، ما اتصبتش خالص في ركبتي، فحاسس ان في حاجه مختلفه خالص. امشي في وجع يا جماعه، في ايه؟ اتمرن اعمل تلج وبتاع. التمرين كان خفيف عشان لعبت الماتش هناك، انت عارف اللي تاني يوم بيبقى التمرين خفيف اللي لعب 90 دقيقه. بعدها باربع ايام دخلنا، طبعا الامور طول ما انت ما بتعالجهاش وانت عمال تتمرن عمال تعمل حلقه حمل، الموضوع بيزيد، ده طبيعي. بعدها ابتدت تملك ماتش الاسماعيلي، لعبنا الاسماعيلي كسبنا 4-0. بعد اربع ايام لعب الاهلي في النهائي. بص ماتش الاهلي ده بقى انا بلعب في شوكه في رجلي، وقبل ما تلعب انت وهم عارفين ومديني حقنه ومديني مسكن ومديني كل حاجه. ساعتها بقى بعد ما رجعنا من الجهاز الفني كان كابتن مؤمن سليمان، الامور زادت بقى بانواع بقى العلاج، يعني اللي عالجني بشمع بجد، الشمع سخن، واللي عالجني بديب مساج، وده غلط. انا عرفت بعد كده بعد ما سافرت امانيا ان كل ده غلط، انا ما كنتش عارف كل ده بقى. بعد الماتش بتاع افريقيا هناك رجعت عملت تعالج غلط، عملت تعالج غلط. انت اديت تعالج، قعدت انا وسافروني المانيا بعد حوالي 8 شهور بتعالج غلط فعلا، اروح هنا واروح هنا وادفع من جيبي واروح هنا واروح هنا لحد ما سافرت المانيا. تدفع من جيبك؟ النادي ما دفعش حاجه؟ لا مش النادي ما دفعش، ايه يعني بطلع انا بره واروح هنا بعمل كل حاجه. ده ببين لك ايه؟ ببين لك ان انا بسعى، محدش طبعا عارف، هو انا بس الوحيد اللي عارف، واهلي بس عارفين. بروح يمين وشمال وعايز ارجع. يعني جهاز الطب في النادي اتغير 3 سببك؟ اه طبعا انا مصطفى فتحي. 3 اجهزه طبعا ازوني، طبعا ازوني لحد بقول لك ما سافرت المانيا. سافرت وظبطت كل حاجه ورحت هناك، رحت بقى البروفيسور هناك ما شاء الله، يعني حاجه جميله خالص. الالمان دول فعلا في حته تانية. قال لك ايه ولا مش؟ بص انا اول ما رحت له يعني انا بتكلم انجلش كويس، مش قوي يعني مش بيرفكت، بس بتكلم بعرف اتكلم. هو كان بيتكلم، طلعت الدكتور بره، الدكتور بتاع النادي بتاعنا طلعته بره، كان مسافر معاك بعد ما اتغير طلعته ودخلت قعدت انا والبروفيسور. قلت له بص انا مضغوط جدا جدا، الجماهير ضغطان، انا بلعب في نادي كبير، جماهيري في مصر كبير جدا، وانا بقالي كذا، فبعد اذنك لو في عمليه ما تترددش. قلت له كده والله عبد، قلت له بعد اذنك لو في عمليه ما تترددش، خش اعمل العمليه، انا عايز اسرع وقت. قال لي بص يا كابتن انا ممكن بالظبط كده والله، قال لي انا ممكن ادخلك عمليات واخد منك فلوس، بس لا دي مش من الامانه. يعني انا كنت مضغوط اول فتره دي، وكله عمال يتكلم عليا كلام، الشهيد اصابه مزمنه، ضغط كان فظيع، ومحدش فاهم اي حاجه، فاهم؟ انا بس اللي مضغوط معايا امي واهلي ومراتي بس، انا اللي شايل الليله كلها، محدش فاهم حاجه بقى. قال لك تاخد قد ايه علاج وتنزل ملعب؟ شهر. انت نازل اه ابتدى بقى الكلام يطلع ويزيد، عنده اصابه مزمنه. اه وانا نزلت الملعب، خلي بالك انت تفتكر طبعا الكلام ده، انا كنت بتمرن في الملعب وشغال زي الفل وبتاع، مع نيبوشا، مع الراجل اللي هو نيبوشا الله يسهله يعني، برضه كان علامه استفهام كبيره. كنت بتمرن والصحافه بره بتقول علي مصاب. لو تفتكر مره انا كلمتك انت عشان يعني قريب مني، كلمتك قلت لك انا دلوقتي بتمرن يا عبد مش عارف اعمل ايه، انا بتمرن وبطلع بيتكتب علينا انا مصاب. دي كان ما بيجيش التمرين، كان غريبه جدا، ما بيجيش مصاب وانا بتمرن، مش ممكن دي حاجه. كان مين؟ ما اعرفش عشان من يعني ممكن تكون صالح حد معين، بس انا يعني عارف بس في الاول والاخر برضو يعني، في الاول والاخر ربنا سبحانه وتعالى كبير يعني. موضوع الاصابه المزمنه ده وانت في عز العلاج كان كنت بتشوفه ازاي؟ انا عارف انت كنت بتتابع جدا. بقول لك ضغط صعب جدا، لا ضغط صعب جدا، خلي بالك برضو، ما هو برضو انت بشر، كل واحد ليه طاقه مهما كان. انا في الاول ماشي، انت عارف ان انا بعيد عن السوشيال ميديا اصلا، فماشي بس بعد كده بقى الموضوع بقى لقيت اللي حواليك بيتاثروا برضو، لما امك تتاثر، لما مراتك تتاثر، لا طبعا يعني الموضوع كان صعب جدا. لقب الاصعب عليك انا الشهيد وقتها. الشهيد ما حدش فاهم حاجه، الشهيد يعني اللي يقول لك ده واخد طلقه، وخلي بالك برضو في عيال صغيره ما احنا عارفين في الموضوع ده، والجماهير برضو انا عايده وزيتها لما الناس بتكلمني، بفضل الله الناس بتحبني يعني،
يعني انا الحمد لله انت عارف يعني انا الحمد لله ولا عملت مشكله ولا بعمل مشاكل اصلا. لكن الناس الجماهير الله يكون في عونها ما برضو عايزينك تلعب شايفين فيك حاجه رغم ده ملتمس العذر للجماهير طبعا. ايوه طبعا ما... لما قريت على السوشيال ميديا لقب الشهيد والكوميكس اللي اتعمل كتير بقى كوميكس كتير جدا يعني واخد طلقه ده مش محدش فاهم حاجه خلي بالك مع ان ايه مع ان ممكن كلمه تاثر فيك وده طبيعي اي انسان عشان كده النبي عليه السلام قال يعني ان تاكل خيرا او لتصمت يعني لازم تقول حاجه كويس يا اما تقعد ساكت اتاثرت باللقب طبعا انا كنت عارف ان فتره من الفترات الزمالك جاب لك شيخ لا 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 ما قعدتش مع لا ما قعدتش مع شيخ ولا حاجه بس كان المستشار مرتضى منصور يفضل يقول لي بص يا علي انا بحبك كده بالظبط والله كان بيقول لي انا بحبك يا علي عشان انت محترم ومؤدب بص علي انت مالكش حظ انت محسود كان بيقول لي كده على فكره وانا اقول له لان انا برضو هو طلع اتكلم سياده المستشار اتكلم في موضوع الاصابه المزمنه برضو من كتر الكلام وبتاع وبعد كده هو طلع قال لا علي مين كان موصل له انت عندك اصابه مزمنه مش عارف لا مش عارف. بص خلي بالك اصل خلي بالك اللي بيزو كتير يعني الجهاز الطبي يأس من اصابتك لا هو الجهاز ممكن يكون خلي بالك الجهاز الطبي اكيد اتكلم عليا يعني مش ممكن ده اكيد يعني انا دلوقتي انا السبب عندي فمش عايز اخلي السبب عندي فهلبسه العبد فاهم ما في حاجه اسمها كده اذا كان انا السنه اللي قبليها انا جالك من الانتاج الحربي صح جاي من الانتاج الحربي لاعب مع كابتن شوقي غريب الماتشات كلها ال 34 ماتش 90 دقيقه في كده وانت بتتكلم هرجع لكلامك قلت انا النادي بيدفع الفلوس ورجع خصمها مني انا ليا فلوس في نادي الزمالك كتير انا ما خدتش فلوس في نادي الزمالك مش لازم اقول الرقم بس حاجه لا تذكر اقل من ربع عقل دي يعني ما خدتش حاجه اصلا وخصموا ليه فلوس العمليه خصوصا انت كنت لعيب في النادي وقتها منها بقى ما تعرفش الدليل على كده لان انا اللي محكوم لي اقل اصلا من حقي اصلا كتير رفعت الناس فاكره ان انت الموضوع ده موضوع القضيه اللي انت رفعتها على الزمالك لسه حديثا لا طبعا انا القضيه دي مرفوعه من 3 سنتين ونص ومحكوم فيها من السنه اللي فاتت الموضوع ايه اللي جابه بقى اليومين دول ما تعرفش لصالح مين ما تعرفش انا كنت واخد بالي من الكلام اللي بيتقال وكنت بخش اشوف على صفحات نادي الزمالك لان انا عامل لها متابعه صفحات نادي الزمالك كلام كتير وعلي ويشتكي وانت لعبت وانت عملت حاجه والكلام ده اصلا من اصلا وانا في النادي بعد سنتين علي فتحي الناس مش عارفه هو رجله في الملعب هو كويس هو اتحسن الموضوع الاصابه مزمنه خلي بالك انا اقول لك على حاجه انا كمان لما رجعت الانتاج انا رجعت الانتاج مع كابتن مختار انا وانا بلعب الناس كل ده فاكرين لسه ما رجعتش يعني انا موجود والناس كل ده فاكرين لسه ما رجعتش لا خلاص الموضوع بقى في ناس تانية هم بقى بيخشوا يعني فاهم اي حد بياخد مده كده ربنا يا رب يبعد الاصابه عن الناس كلها طبعا فقعدت فتره كده وانا بلعب في الانتاج برضو الناس مش زي الزمالك انت عارف الاسبوت مش زي الزمالك ده طبعا انت بتلعب فينا كابتن ايوه كده وانا بلعب في دوري ممتاز بلعب مع كابتن مختار في الانتاج بقى كده بقى السنه الثانيه خلاص بقى كله بيشوفك بتلعب ماتشات اهلي وزمالك فكله شايفك